وللحديث عن تحول سوريا إلى ساحة لتجربة الأسلحة الروسية مع إرسال موسكو مقاتلتين من نوع ميج 31 وتوازيا مع التغول الأجنبي، فيها معنا من الريحانية أديب العليوي الخبير العسكري السوري. أهلا بك معنا سيد أديب. أهلا بكم، تحياتي لكم وتحية للمشاهدين. أهلا بك أستاذ أديب. ماذا يعني أو ماذا تعني هذه التدريبات الجديدة ووصول مقاتلتين روسيتين من نوع متطور؟ نعم، مساء الخير. يعني حقيقة يعني هذه التجارب التي تقوم بها روسيا هي ليست بجديدة. الشهر الماضي هناك الحقيقة وصل إلى مطار حميميم ثلاث طائرات من نوع TU-22 وهي القاذفات الاستراتيجية التي وصلت حميمين في الشهر الماضي لتتمركز فيها بشكل دائم. دعني أقول أن مطار حميمين قد تم تحسين بنيته التحتية وتعديلات كثيرة جرت على شبكة الرادار وعلى حتى إنارة المهبط، بمعنى آخر حتى تصبح تستوعب وتستطيع استقبال أعقد أنواع الطائرات الروسية الموجودة، وبالتالي استطاعت أن وصول واستقبال الطائرات القاذفة الاستراتيجية توبوليف 22M3 الشهر الماضي. هذه كخطوة أولى. الخطوة الثانية اليوم هي المناورات المشتركة، المناورات المشتركة والتي ستشترك فيها طائرات ميج 31 لأول مرة، بمعنى آخر أن يكون هناك تدريبات بين القوات البحرية الموجودة في قاعدة طرطوس يعني القوات الجوية المتواجدة في قاعدة حميمين والطائرات الجديدة القادمة، من أجل أولا تدريب الطيارين القادمين من روسيا، إن كان طائرات القاذفات الاستراتيجية وإن كان ميج 31 وغيرها من الطائرات الحديثة، كتدريبات بين مشتركة بين القوات البحرية الروسية والقوات الجوية، ومن يعني لكشف جغرافية المنطقة على الصعيد البري والبحري والجوي، وتدريب الطيارين على يعني سيناريوهات ممكن أن تكون تحدث مستقبلا لمواجهة يعني أي عدو بالنسبة لروسيا. نعم سيد أديب، يعني هذه الصواريخ وهذه الطائرات المتطورة، هل هناك تخوف من قصف روسي للمدنيين في سواء في مناطق إدلب أو في مناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة، أم أن أهداف موسكو أبعد من ذلك بكثير؟ يا سيدي الكريم، أنا أعتقد أن بالنسبة لهذه الطائرات وهذه الأنواع من الصواريخ هي قطعا هي رسائل إلى واشنطن. يعني دعني أقول أن هناك تشكيل الآن للنظام العالمي الجديد، وما لاحظناه في اليومين الماضيين من خلال اجتماع الأمن الدولي الذي انطلق في موسكو، الذي لم يقتصر على موضوع ورشة عمل بل كانت يعني حسب قراءات كثير من المحللين هو عبارة عن حلف وارسو جديد تقوم به روسيا الآن. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في القمم الثلاثة التي حصلت منذ أيام أيضا، إن كان مع الدول السبع وإن كان مع حلف الناتو وإن كان مع بايدن مع الاتحاد الأوروبي، هذه أيضا تحضرت وكأنها يعني تحالف جديد، بمعنى آخر أن هناك تشكيل للنظام العالمي الجديد، وبالتالي روسيا هي ترسل رسائل إلى يعني الحقيقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى حلفائها الغرب. بالنسبة لاستخدام هذه الأنواع من الصواريخ ومن الطائرات على الأرض السورية، هذا لا يحتاج، أنا أغلب الشعب السوري بما فيهم الثوار الذين يمتلكون عبارة عن أسلحة متوسطة، ليس إلا يعني ليس لديهم طائراتهم المسيرة وطائراتهم الميج 27 و23 والسيخوي 35 كافية أن تقتل الكثير من الشعب السوري وكثير من المدنيين، وبالتالي لا تحتاج إلى صواريخ فرض صوتية المستخدمة على طائرة الميج 31. نعم. لهذا السبب أنا أقول هي رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
نعم، يعني بالتوازي مع ذلك، ماذا عن المتوسط؟ إلى أي مدى خسرت سوريا بالفعل التحكم بمنفذ استراتيجي لصالح روسيا وإيران؟ يا سيدي الكريم، روسيا منذ 2015 أصبحت دولة احتلال، يعني احتلال بكامل أركان الاحتلال، بمعنى أنها تسيطر على قرار السلم والحرب، أنها تسيطر على الجغرافيا السورية، أنها تسيطر على الاقتصاد السوري، أنها تسيطر على القرار العسكري السوري، وتسيطر على الجيش السوري، وبالتالي لا يمكن إطلاق طلقة الآن إلا بإذن من روسيا، روسيا التي هي أصبحت غرفة العمليات الرئيسية، لا يمكن تحرك جندي، لا يمكن نقل جندي من مكان إلى مكان إلا بإذن روسي، بمعنى آخر هناك مكاتب لروسيا الآن في وزارة الدفاع السورية، في رئاسة الأركان السورية، في القصر الجمهوري في سوريا، وبالتالي يعني سوريا الآن محتلة احتلال بدون شك، يعني تحت الاحتلال الروسي، ولذلك أنا أقول أن الموضوع خرج من يد النظام السوري على الإطلاق، الموضوع الآن قاعدة حماميم وقاعدة يعني طرطوس البحرية، هذه عبارة عن أمثلة واضحة، لكن ما خفي أعظم، يعني لذلك أنا أقول أن سوريا الآن ترزق تحت الاحتلال الروسي. شكرا جزيلا لك أديب العليوي الخبير العسكري السوري، كنت ضيفا عبر الهاتف من الريحانية.